بيك بروحي وعمري وقلبي وكياني. يا حبيبتي يا مصر أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. احنا دلوقتي في قرية كوم حلين التي ولد فيها العالم الجليل فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر، الرئيس العام للجمعيات الشرعية في مصر، وإمام أهل السنة، وإمام يعني المسلمين في مصر في وقته. ولد في هذه القرية الجميلة التي تمتاز بموقعها الجغرافي الرائع، وتمتاز أيضا بكثرة العلماء فيها. بتشتهر هذه القرية بكثرة المدارس وكثرة المعاهد، وبتشتهر أيضا بالزراعة والصناعة وبعض الحرف المعروفة، وهي تابعة لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية. ومنيا القمح أيضا بتمتاز بموقعها الجغرافي أيضا الرائع، فهي تربط بين محافظة الدقهلية وتربط بين الزقازيق والقاهرة وبنها ومتغمر وغيرها من المدن. مدينة منيا القمح لها جذور كثيرة جدا وجذور واسعة جدا في التاريخ، والجميل قوي أن كان اسمها الأول قرية القمح، ثم طور اسمها إلى منيا القمح، ثم إلى منيا القمح سنة 1813. ومن العجيب أنني سمعت أهلها وسمعت عددا آخر من الناس، وقرأت أيضا أن هي قائمة على أنقاض مخازن سيدنا إسماعيل، سيدنا يوسف عليه السلام، قائمة على أنقاض مخازن سيدنا يوسف عليه السلام والصوامع التي كان يقيمها حينما كان قائما على خزائن الأرض، قال إني حفيظ عليم. ولذلك فهذه القرية وهذه المدينة بتشتهر بأنها كانت يعني مدينة صناعية، ومدينة أيضا فيها خزائن كثيرة للقمح. مما قرأته أيضا عن منيا القمح أنه فيها أبطال، واليوم الوطني لهذه المدينة هو يوم 16 مارس من كل عام، الذي تحتفل فيه المدينة بعيدها القومي. والتاريخ هذه المدينة هو تاريخ جميل جدا ورائع جدا، لأن أهلها كانوا يمتازون بالبطولة، وقفوا ضد الإنجليز في معارك كثيرة جدا، ومنها هذه المعركة التي شهدتها، وكانت الحقيقة مذبحة قوية جدا سنة 1919 حينما وقفوا مع سعد زغلول ضد الإنجليز، وحدثت معركة قوية. استشهد في هذه المعركة 30 من أبناء منيا القمح، وجرح منهم 19، وسجن منهم عدد كبير. وحينما اعتقل الإنجليز عددا من أبناء هذه القرية، فتدخل أبناء القرية وبمعركة قوية جدا مع الإنجليز، وحرروا إخوانهم المأسورين المسجونين في السجون الإنجليزية. مما يؤثر أيضا عن منيا القمح أنه هي فيها بعض الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى أن أهلها ينتسبون إلى قبائل عربية وإسلامية قديمة، ومنها قبيلة قريش، منها قبيلة حسين، ومنها قبيلة ربيعة، وغيرها من المدن. أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بإذن الله تعالى ستستمتعون بهذه الحلقة المباركة من حلقات أعلام الأمة، وأتناول فيها إن شاء الله شخصية معاصرة من أهل السنة، كان إماما لأهل السنة، كان رئيسا عاما للجمعيات الشرعية في جمهورية مصر العربية، كان أستاذا فاضلا للنحو وأستاذا فاضلا في الأزهر الشريف، له باع طويل في الدعوة، سنتعرف عليه إن شاء الله خلال هذه الحلقة وعدة حلقات نتناولها عن أستاذنا وشيخنا وإمامنا فضيلة الشيخ الحبيب فؤاد علي مخيمر، رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. زي ما حضراتكم شفتوا فضيلة الشيخ فؤاد مخيمر رحمه الله
الله ولد سنة 1939 في هذه القرية اللي احنا رحنا وزرناها وعملنا لقاءات كثيرة جدا فيها مع أقارب الشيخ ومع جيران الشيخ ومع معارف الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ولد سنة 1939 في قرية كوم حلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وحضراتكم شفتوا أنا اديت كده نبذة مختصرة تاريخية عن القرية نفسها وعن مركز منيا القمح ومحافظة الشرقية. والحقيقة أن أنا اكتشفت أن قرية كوم حلين لم يكن فيها فضيلة الشيخ فؤاد مخيمر فقط، وإنما كما أسلفت سابقا في ثلاث حلقات مباركات من حلقات أعلام الأمة تناولت سيرة فضيلة الشيخ الحبيب عبد اللطيف مشتهري رحمه الله رحمة واسعة على مدى ثلاث حلقات. الدكتور فؤاد مخيمر يعني لو حضرتكم تعرفوا أنه بدايته مع الدعوة بدأت إزاي. هو موضوع أعلام الأمة كما تعلمون هو موضوع تربوي بحت، يعني إحنا لا نتناول هذه الشخصيات لمجرد أننا نسلي أنفسنا، هي تسلية بلا شك، يعني فيها تسلية كبيرة جدا وخاصة الأعلام المعاصرين. لأن إذا إحنا كنا بنقول أنه الصحابة والتابعين وتابع التابعين دول يعني من الصعب تقليدهم، وأنا وصلتني فعلا رسائل ووصلتني مكالمات يقولوا لي يا أستاذ محمد الحقيقة أنه أنت صحيح بتتناول أعلام السلف، لكن أعلام السلف دول كانوا معجزات من الله سبحانه وتعالى للبشر وهم يعني خوارق ومن الصعب تقليدهم. طبعا هذا الكلام يعني كلام غير منطقي أبدا، لكن إحنا بنتناول دلوقتي الأعلام المعاصرين، والأعلام المعاصرين فيهم خير وفيهم بركة كبيرة جدا جدا. ليه؟ لأنه هم ناس ماتوا على الحق والحمد لله، وفي نفس الوقت فيه ناس تشهد لهم. يعني التطور الكبير جدا في أعلام الأمة إن إحنا بننتقل إلى البيوت التي نشأ فيها هؤلاء الأعلام، بنلتقي مع أصدقاء هؤلاء الناس، مع معارفهم، جيرانهم، أبنائهم، كل من يحيطون بهم، تلاميذهم، ويشهدون فيهم شهادات حق، ومنهم فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد مخيمر. خلينا قبل ما نتكلم عنه كده نشوف يمكن بعض الشباب من الحديثين يعني ما يعرفوش الدكتور فؤاد مخيمر يتعرفوا عليه دلوقتي صوت وصورة بهذا الفيديو من خطبة، ومع الأسف الشديد طبعا كانت مصورة بتصوير بكاميرا عادية فما قدرناش ناخد إلا هذا المقطع اليسير مع الدكتور فؤاد مخيمر. أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار. No.
للعلم النافع أنوار. يهدون الأمة للخير حياهم. بعد ما شفنا هذا الفيديو نكلم حضراتكم شوية عن الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله. أنا قلت لحضراتكم أنه وصل في العلم إلى أن أصبح رئيسا عاما للجمعيات الشرعية في مصر وإماما لأهل السنة وأستاذا يعني اللغة العربية والنحو والصرف في جامعة الأزهر. الدكتور فؤاد مخيمر لو تعرفوا بدايته هنتعلم منها كتير قوي قوي يا جماعة. إزاي الكلام ده؟ مين اللي تبناه في البداية؟ الجد. شوف الجد قد إيه مهم في الأسرة. الجد ده اللي إحنا بنحاول إن إحنا نحط من قدره دائما، وبنحاول إن إحنا نقول ده راجل كبير خليه في مكان في ركن من البيت مركون كده، ممكن يطلب أكل نديله الأكل أو يعمل حاجة أو نجيب له حاجة وخلاص، وإنسان ملوش لازمة. شوفوا بقى هذا الجد الفاضل، جد الدكتور فؤاد مخيمر، كان حريصا عليه حرصا كبيرا جدا على أن يعلمه القرآن الكريم منذ طفولتي ومنذ نعومة أظفاره. ولذلك وحضراتكم يعني مش عارف بقى اللي في الريف عارف هذا الكلام كويس، إنه في الريف في الشتاء بيبقى فيه مطر شديد جدا وتبتل الأرض وبيبقى فيه صعوبة شديدة جدا جدا في المشي، لكن هذا الجد الفاضل كان يحمل حفيده على كتفيه ويذهب به إلى كتاب القرية حتى يتعلم القرآن الكريم، ثم يحمله أيضا على كتفيه ويعود به إلى البيت، حتى استطاع هذا الرجل الفاضل أن يحفظ القرآن الكريم وعمره 12 سنة. كان عنده 12 سنة وأتم حفظ القرآن الكريم. هو فضيلة الدكتور بيقول أنا أتميت الحفظ بين 11 ل 12 سنة. ناخد الاتصال الأول وبعدين نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. طيب الوقت حضراتكم هتشوفوا بعض الصور الخاصة بفضيلة الدكتور فؤاد مخيمر وإحنا بنتكلم عنه وعن مسيرته ويعني الدعوة التي وفق كثيرا من أجل أن يصل إليها. نشوف كده شوية صور لفضيلة الدكتور فؤاد مخيمر. دي إحدى الصور، بس يعني هو في عمر متقدم شوية في محاضرة، الدكتور بيلقي محاضرة. أيضا هذه صورة قيمة للدكتور فؤاد مخيمر، وصورة أخرى وهو يلقي محاضرة. وحضراتكم يعني هتشوفوا كتير من الأمور اللي هتعجبكم كتير قوي عن فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر. جنبه الدكتور عبد اللطيف مشتهري ومجموعة أعتقد من أبناء القرية، بيعقد زواجه لأنه كان مرتبط بالقرية كثيرا. وشوف الهيبة، هيبة العلماء، وشوف شكل العلماء الجميل، شوف السماحة، وشوف ده في المكتبة بتاعته في القرية، وإحنا رحنا المكتبة. وإن شاء الله يعني حنوافيكم بأشياء كثيرة جدا جدا عن الدكتور فؤاد مخيمر. يعني أتم حفظ القرآن الكريم وعمره 12 سنة. طيب بعد كده والدكتور فؤاد مخيمر وهو طفل وعنده 12 سنة التحق بمدرسة، تخرج من هذه المدرسة، وسبحان الله يعني القدر جعله يعمل في عمل بعيد عن الدعوة خالص في بداية حياته، أنه كان بيشتغل صرافا على ما أعتقد، لكن هذا الرجل كان في قلبه الدعوة وكان في دمه الدعوة، ولذلك أراد أن يكون داعية. لذلك تعرفوا غير مسار الحياة. وأنا عجبني كلام جميل قوي قرأته في كتاب عمله أستاذنا الدكتور محمد المختار المهدي اللي هو الرئيس العام للجمعيات الشرعية حاليا، كان بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول الدكتور فؤاد مخيمر كانت لديه إرادة صلبة وعزيمة قوية في الحق.
يعني إذا أراد أن يحقق شيئا فيستعين بالله سبحانه وتعالى عليه ثم يحققه الله سبحانه وتعالى له، فغير مسار حياته كلها واتجه إلى الأزهر وبدأ يدرس في الأزهر. وتصوروا حضراتكم إنه كان حصل على الليسانس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بتقدير جيد جدا، ثم حصل على درجة الماجستير بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الدكتوراه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. ده مين الإنسان الذي بدأ حياته بداية عادية بعيدة عن الدعوة؟ ولكن أنا بقول لحضراتكم يعني الصمود والإصرار والعزيمة على أن ينجح هذا الرجل، الله سبحانه وتعالى وفقه وأوصله إلى هذه الدرجة العالية من النجاح. حصل الدكتور على الكثير من الأوسمة، الكثير من شهادات التقدير، الكثير من الدروع التي خلدته وهو حي ونخلده اليوم وهو ميت. حضراتكم شوفوا، أدي شهادة تقدير من مسجد الفتح، وده درع آخر، وحصل على كثير جدا جدا من شهادات التقدير، وبدأ مشوار الدعوة مع هذا الرجل الذي أعير بعد ذلك إلى الجامعة الإسلامية في دولة باكستان، أيضا في قطر كان يذهب كل سنة لكي يؤدي أو يلقي محاضرات في شهر رمضان على فترات طويلة جدا جدا جدا. المجلس الأعلى للشباب والرياضة هنا أيضا كان بيستعين بالدكتور فؤاد مخيمر حتى يلقي عليه محاضرات كثيرة جدا، وبدأ مشوار الدعوة مع هذا الرجل اللي نشوف دلوقتي. انتقلنا إلى القرية وحناخد يعني اتصال الأول وبعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ يا أهلا بيك. ممكن بس الإخوة يعلوا الصوت يا ريت لو سمحت. بارك الله فيك. أهلا وسهلا شيخ محمد. محمد بتحية الإخوة السعوديين. يا متفضل شيخ محمد. أحييك بتحية الإخوة السعوديين بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. يقولون إيش لونك، إيش بدك، إيش أخبارك، إيش علومك، إيش لون البزورة. طيب، فأحييك بهذه التحية لأننا في اشتياق لهذه الحلقة تذكرنا بالمشايخ الكبار الأفزاز المخلصين، الله يبارك فيك، أمثال ابن باز وأمثال ابن العثيمين وابن جبريل. نعم. رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. لقد درست لهؤلاء جميعا العلوم الشرعية بالمملكة العربية السعودية، فياريت القناة تتحفنا إن شاء الله بحلقة عن هؤلاء العلماء. وبما أننا يعني حضرتك عاوز حلقات عن فضيلة الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وابن جبريل. طيب حاضر حاضر، أنا هرد على حضرتك دلوقتي إن شاء الله. أنا مع حضرتك إن شاء الله. معايا قصيدة للدكتور فؤاد مخيمر، كان موجود في حفل توزيع جوائز بالجمعية الشرعية بنبروف. نعم. وكان بيقوم بتوزيع هذه الجوائز. نعم. مع الشيخ محمد البهاي. نعم. القصيدة بتحكي عن طفل لما كان حافظ القرآن الكريم، فبتلوت القرآن الكريم أبكى الجميع. أقول فيها: طفل تباكى بالبكاء بكاني لما تلا آيا من القرآن، أبكى فؤادي بعده ضربت دموعي والدمع يحكي عن مدى أشكاني، اهتزت الدنيا لنبرة صوته وألان قلبي بل وهز كياني، يا حسنه إذ قام يشرح صدرنا يا روعة الترتيل والتبيان، من شهد طه ورحيف مريم طاف بين النحل ثم سقاني، قال ادخل الحجرات تعرف قدرنا وأتى بدين ثم بالرمان، أعلى بقدر والضحى بادل لنا وبقوتر في العصر قام رواني،
وقال رب الناس غافر ذنبهم وساتر في النازعات جرائم الإنسان. شكرا شكرا شيخ محمد، بارك الله فيك، ومقبولة القصيدة بتاعتك. وهرد على حضرتك حاضر بالنسبة لي تناول المشايخ في المملكة العربية السعودية. نهلة من الشرقية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا نهلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنت. بارك الله فيك يا أستاذ محمد، وجزاك الله خيرا على هذه الحلقات الممتعة. الله يبارك فيك. أستاذ محمد، اسمح لي أن يكون حديثي اليوم عن المنارة التي تظل بنورها هؤلاء الأعلام فشاع نورهم في العالمين. نعم. المنارة التي خرجت لنا شيخنا المشهري والشعراوي وفؤاد علي وغيرهم من هؤلاء الأعلام الأخيار عن معهد الزقازيق الديني. الذي كان أحد معاهد سبعة على مستوى الدولة بأكملها آنذاك. كانت المعاهد قلة، لكنها قلة مباركة. وحديثي عن إيجابيات هذا المعهد إذ ما علمنا عنه إلا الإيجابيات، حيث تتمثل هذه الإيجابيات في دور الدولة والمعلم والطالب. أما عن الدولة فقد حرصت على أن تقدم له الأكفاء من المعلمين الذين هم على مستوى وقدر علمي في شتى العلوم والمجالات، في علوم الشريعة والأدب واللغة والتاريخ وغير ذلك من علوم كانت تدرس آنذاك. من ثم يتبين لنا الدور الإيجابي الذي قام به المعلمون، وكيف أنهم حرصوا على إظهار الكفاءات والقدرات من الطلبة الذين هم تحت أيديهم، فقاموا بدورهم على أكمل وجه، فأقر الله أعينهم وأراهم ثمرة جهدهم في حياتهم. أما الطلاب فكانوا بحق قرة أعين لمعلميهم، عملوا على أن يكونوا نجوما تتلألأ في سماء الدعوة، وبستانا وأزهارا تتفتح وتنمو في بستان العلم. فهل رأينا هذه النماذج في مدارسنا اليوم؟ لا شك أن الواقع يجيب بكلا. فالدولة الآن لا تقدم للمدرسة إلا أصحاب الرشاوى والواسطة إلا من رحم الله، حتى يجد المعلم نفسه واقفا أمام مهمة صعبة وفراغ كبير فيملأه ولو بالخطأ. فحاله مع الطالب قلة في العلم وسوء في الخلق وفقدان للحوار، وحاله مع إخوانه المعلمين مشاجرات ومنازعات وخلافات، الأمر الذي أدى إلى إسقاط وضياع هيبة المعلم ومكانته لدى الطالب. نعم. أما عن حال الطالب وطموحاته وأهدافه فحدث ولا حرج، فهدفه أن يحصل على الشهادة، سواء أخذت هذه الشهادة بحقها أم بغير حقها. وحاله مع المعلم احتقار وازدراء وسوء أدب، وقد يصل الأمر إلى ضرب المعلم أحيانا كما نرى في بعض مدارسنا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا في حاجة ماسة لإعادة النظر في المنظومة التعليمية ولاسترداد المبادئ والقيم والأخلاق لنتربى عليها ونربي عليها جيلا فريدا أبيا يرتقي بأمتنا وبلادنا ويحمل هم الدعوة كما حملها من قبل العلماء الأفاضل. ومعذرة على الإطالة. شكرا شكرا يا نهلة، بارك الله فيك. حضراتكم دلوقتي هنشوفوا شهادة في فضيلة الشيخ فؤاد مخيمر من أحد أقاربه، وهو فضيلة الشيخ إبراهيم مخيمر. أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار. طبعا ونحن نتحدث عن هذا العالم النحرير في هذه المكتبة القيمة، أولا كان لي شرف الإشراف على هذا المكان الطيب المبارك من إعداده من ألفه إلى يائه مع الإخوة المساعدين. وبعد كده بتكلم على فضيلة الشيخ في موقفين حدثوا لي في هذا المكان. الحدث الأول بستشف منه أن هذا العالم الجليل رحمة الله عليه على خير مع الله سبحانه وتعالى. رأيت في منامي أنه قد أتى لي في كوكبة من العلماء، وهو داخل المكتبة كان النور قد أطفئ، فقلت له مولانا لحظة أنا هتصرف. قال لي إبراهيم قبل ما تكمل أنا أقول لك اللي حصل. وفعلا كان حصل بالليل وإحنا شغالين النور، حصل في قفلة والنور طفى، فهو عرف إيه اللي حصل وقال لي عليه في منام ربنا. فقمت منور النور وأقسم بالله لقيت هذا المكان إضاءة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وقال لي الله ينور عليك. وبعدين جه جلس في هذا المكان قدرا في نفس المكان اللي فيه صورته رحمة الله عليه،
في منام ربنا ومعه كوكب العلماء، هو جالس وكلهم من ايه من حوله. هذه الرؤيا نستشف منها انه رحمه الله عليه كان يعلم ما يجري في هذا المكان. ثم ذهب الى احد رجال القريه وقال له: يا حاج صلاح، اذهب الى المكان وانظر ماذا فعل فيه ابنائي. الموقف الثاني او الرؤيا الثانيه: كنت اصلي اماما في هذا المكان كما صلى بنا فضيله الاستاذ دكتور النادي حسين عبد الجواد في المغرب، ومن فرحتي انه قد عاد الينا هممت ان اخرج من الصلاه فاشار لي ان ابقى في مكاني وصلى خلفي. رحمه الله عليه يعني من كتر علمه موقف معايا في السعوديه، واحنا بنطوف ونسعى اقسم بالله ما في دعاء اتكرر طول ما احنا بنطوف وطول ما احنا بنسعى. واحنا نطوف في واحد راقبنا، وكان الدكتور نادي معانا في العمره، فقلت له: يا دكتور فؤاد، في واحد متابعنا. قال: يا ابراهيم، انشغل بالدعاء وسيخ من الناس. ظل هذا الرجل يتابعنا حتى انتهينا من الطواف ومن السعي، وبعد خرجنا من الحرم واتجهنا الفندق استوقفته وقلت له: يا دكتور فؤاد، هذا الشيخ الذي كان يراقبنا في الطواف. واذ بي اتعرف عليه وهو اخ مصري، كان الاخ العماني رئيس البعثه العمانيه ارسله لما راى دكتور فؤاد الله يرحمه وهو يطوف، وقال له: هذا الشيخ ازهري، اذهب معه ولا تتركه حتى تاتي به الي. ذهب معنا هذا الرجل والتقى بالشيخ فؤاد الله يرحمه، وذهبت انا دكتور نادي وبيت العيله الى الفندق وجلس معه في الفندق، وعرض عليه ان يذهب معه الى الامارات مقابل عشرات الالاف من الريالات او الدراهم العمانيه، ولكن رحمه الله عليه رفض، ولا بحجه انه يتقاضى راتبا على هذه الفتره في المملكه العربيه السعوديه. فالح عليه هذا العمان وقال له: ساتيها لك من اعلى مستويات، من امير، من وزير. فرفض رحمه الله عليه وقال له: هذا عنواني في مصر، ولما انتهيت من الاعاره عندما انتهي واعود الى بلدي اتصلوا علي وانا سوف اتي اليكم. اما عن علاقاته الاجتماعيه باهل بيته وخاصه والعيله بصفه عامه، طبعا الله يرحمه كان حريصا كل الحرص على ان يجمع العائله كلها في المناسبات وخاصه في الاعياد، ويجمعنا في بيته، حتى اقاربنا من القاهره كان ياتوا جميعا في هذه المناسبات ونجلس معه في منزله رحمه الله عليه. احد اقاربنا في القاهره اقسم لي بالله انه كان يعاني من احدى المشكلات، وكان يقول: والله عندما اذهب الى دكتور فؤاد في الجلاء، في المسجد في الجلاء، كان يحس انه يذهب الى طبيب نفساني، يقول: يا ابراهيم اذهب اليه وان كل هموم وكل تعب وكل نكد واجلس امامه، وبعد ان انتهي مجلس وكاني خرجت ولا شيء لي في قلبي من حزن ولا هم ولا مشكله ولا اي حي خالص. رحمه الله عليه كان حريصا كل حرص على لم الشمل للاسره ولم الشمل للعيله كلها، وهذا دأبه رحمه الله عليه، وهذا دأب العلماء. ولنا الفخر اننا نشأنا في هذه القريه الطيبه المباركه التي المفروض ان تسمى بقريه الامامين، الاستاذ دكتور فؤاد علي الخيمر رحمه الله عليه، وفضيله العالم الجليل الاستاذ فضيل الشيخ عبد اللطيف مشتور ابراهيم. نسأل الله سبحانه وتعالى في علياء سمائه ان يجمعنا بهم على الخير، وان يحقنا بهم على الايمان الكامل غير خزايا ولا مفتونين، وان يجعلهما في الفردوس الاعلى، وان يجعل كل ما قدماه من علم في ثقل موازين حسناتهم الى يوم نلقاه هذا. والله اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعلام الامه اقمار للعلم النافع انوار. قبل بس ما واصل الحديث عن استاذنا وشيخنا فضيله الاستاذ الدكتور فؤاد علي مخيمر رحمه الله، انا وصلني مكالمه وانا في الطريق الحقيقه، والطريق كان شاق جدا وصعب، لانه الطريق من بنها إلى القاهرة واقف خالص، وأنا أنصح يعني أي حد عنده مشوار القاهرة إنه يأجله، لأن الطريق متوقف. دي ناحية، الناحية الثانية أهيبه بإدارة مرور القاهرة، إدارة مرور القليوبية، إن هم يتحركوا كفاية بقى وخلوا الناس يعني ترتاح، ما فيش داعي للعذاب. ناخد الأول الاتصال ونكمل إن شاء الله. الحاج عمر فودة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج عمر. ازيك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين. عام طيب. الله يسلمك ويبارك فيك. بارك الله فيك. الله يخليك. والله بتذكرنا بالماضي بالحبايب. الحمد لله. بفضيلة الدكتور فؤاد علي مخيمر، يعني رجعتني لورا 20 سنة. أنا عارف إنه كان بيحب نابوروه كتير. ما شاء الله ما شاء الله، له مكانة كبيرة قوي عندنا. الكتاب ده بيقول هذا الكلام. أول ما عرفت بيه كنا في الحرم
في الدور الثاني يعني بقبل حجر سيدنا إسماعيل، ف يعني عند العمود 347. يا سلام، ما شاء الله كنا بنقعد في المكان ده وتعرفنا عليه في المكان ده، وما شاء الله ما شاء الله يعني يعني عالم، ربنا يبارك له، ربنا يبارك له ويجعله في مستقر رحمته يا رب يا رب يا رب. الله الله يبارك اسمع. وبعدين انا عندي معلومه صغيره كده عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل يا حاج. انا بأيت الاستاذ محمد الصفطاوي بان حضرتك تنتقل الى السعوديه وتصور حلقتين ثلاثه للائمه اللي هناك، لفضيله الامام ابن باز وفضيلة يعني العلماء الأجلاء برضو، يعني ناخد برضو نعرف عنهم إن شاء الله الكثير من من العلم إن شاء الله. حاضر، فربنا يبارك لك أستاذ محمد ويجعل إن شاء الله كده عملك خير إن شاء الله. اللهم أمين. شكرا شكرا يا الحاج عمر. أولا بس أنا برد يعني على الإخوة اللي اتصلوا بيقولوا إن إحنا نعمل موضوعات عن الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين وغيرهم من علماء المملكة العربية السعودية الأفاضل. هؤلاء أساتذتنا وهؤلاء مشايخنا، وهم مشايخ للعلماء الموجودين على الساحة في الدعوة. لكن الحقيقة يا جماعة أنا سلكت طريقا في أعلام الأمة، ومصمم إن شاء الله على أن يكون هذا الطريق طريقا صحيحا. أنا مش ممكن إن أنا بعد هذه النقلة الموضوعية العالية جدا والرائعة جدا، وهي نقلة فعلية، إن أنا أعود مرة أخرى بالبرنامج أو أقول أي معلومات ما ينفعش. ولذلك فإن شاء الله أنا يعني أنتهز الفرصة، ممكن مثلا أن أنا أقوم بعمرة أو شيء للمملكة، وبإذن الله تعالى هنعمل موضوعات رائعة جدا وهتعجبكم جدا من الواقع، يعني من تلاميذ الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو من المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإسلامية التي أقاموها، ومن داخل المملكة العربية السعودية إن شاء الله ستنبهرون بها. لكنني أستعين بالله وحده سبحانه وتعالى أن يعينني على هذا الأمر، وأن أقدم هؤلاء العلماء بالصورة المشرفة التي تليق بهم، وكل شيء له وقته إن شاء الله، أنا ما بستعجلش. ناخد الأخ جمال من الغربية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. أهلا بيك. عليكم السلام. إزيك حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. أستاذ محمد أنت صوتك. طيب، هو الصوت بيقطع شوية، فحاول يا أستاذ جمال أنك أنت تتصل بينا مرة تانية. قبل ما أقدم الفقرة اللي جاية في وأنا في الطريق، قلت لحضراتكم وصلني مكالمة الحقيقة أنني يعني حزنت كثيرا جدا جدا حينما وصلتني هذه المكالمة. المكالمة من زوج اسمه الأستاذ سامي عبد الفتاح أبو خلعة، وبيحكي لي في الطريق كيف أن زوجته وهي يعني شابة صغيرة دخلت للعمليات لكي يعني تجري عملية يعني ولادة قيصرية عادية، وهي الأخت مروة سعد الشريبي أم نورهان أعتقد. وبيقول أنه أفاجأ يا أستاذ محمد أنه هذه الزوجة يعملوا لها 4 عمليات، يعني تخرج من عملية تدخل عملية تخرج عملية وتدخل عملية تانية لغاية ما اتبهدلت كتير. فأولا أنا أدعوه للصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، وثانيا أدعو ابنتنا ابنتنا وأدعو أختنا مروة سعد الشريبي أم نورهان أن تصبر وأن تحتسب، وأدعوكم جميعا المسلمين في كل مكان إن هم يعني تدعو لهم بتفريج الكرب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربتكم وأن يزيل همكم وأن يشرح صدوركم وأن يشفي هذه البنت المسلمة. يعني ناخد الاتصال. السلام عليكم. الاخ محمد، السلام عليكم. بارك الله فيك استاذنا الفاضل. الله يخليك وبارك فيك. هذا العمل في بلدنا احسن لك. شكرا. واشكرك على الجهود الجباره التي تقوم بها. والجهود الجباره التي تقوم بها، واسال الله ان يعلمك ان يجعلك علم من اعلام الامه. كما اشكر جهود الحاج عمر فوده معكم. الذي يبذلها معكم.
الله يخليك. أما عن الدكتور فؤاد بخيمر، فكان هذا الرجل عالما معلما، وكان ممن نشر وأسس الدعوة الإسلامية في مصر، هو وأمثاله. نعم. مثل الدكتور عبد اللطيف مشتهي والشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ عبد الحميد كشف، كل هؤلاء العلماء هم من أسسوا الدعوة الإسلامية في مصر وقاموا بتعليم الناس. صحيح. وكل هؤلاء العلماء رجال الأزهر وعلماء الأزهر، وأسأل الله أن يحفظ الأزهر ويحفظ له مكانته، وتنتظر من الأزهر إن شاء الله المزيد والمزيد بفضل الله تعالى، وأسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يحفظ مصيرنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا. الأخ جمال من الغربية، السلام عليكم. أخي جمال السلام عليكم. طيب الأخ جمال يعني يظهر فيه مشكلة عنده، فأنا بشكر برضو بنتنا خديجة من القاهرة بعتت لي كده كلمات عن قناة الرحمة، بتقول فيها: الرحمة دار للتقوى، الرحمة صفة الرحمن، الرحمة كنز لا يفنى، تتلألأ في كل مكان، الرحمة نور للدنيا، الرحمة علم وبيان، يكفيها أن يرضى ربي، الله الأحد المنان. شكرا يا خديجة، وبارك الله في جميع مشاهدينا. نشوف ناخد اتصال الأول، والأخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ أبو محمد. نعم. تفضل يا حبيبي. بارك الله فيك. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم فضيلة الأستاذ محمد السجين. الله يخليك. والله العظيم أقسم بالله أن الواحد يعني مش عارف نقول لحضرتك، الواحد بيفرح لما يشوف حضرتك في التلفزيون، والتواضع والحب للمسلمين ده من خلال النظرة إليك، بارك الله فيك والله. الله يكرمك. والله حضرتك العظيم الواحد يعني صراحة ربنا أقسم بالله الواحد عايستحقر نفسه كل ما يشوف التواضع بتاع حضرتك ده، يعني حاجة تفرح والله، بارك الله فيك. حضرتك منين يا أبو محمد؟ نعم. أنت منين يا أبو محمد؟ أنا من سوهاج حضرتك. يا أهلا بيك وبسوهاج كلها، الله يخليك. بارك الله فيك، والله أقسم بالله أنا يعني حضرتك أنا كنت بنتصل بالليبيا برضو من حوالي سنة، ولما جيت مصر برضو بنتصل بحضراتكم بقناة الرحمة. يا أهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا بيك يعني في أي وقت. بارك الله فيك. الله يخليك، الله يبارك فيك يا حبيبي، شكرا جزيلا، وتحياتي ليك ولأهلك وجميع أهل سوهاج. ناخد كده شهادة أخرى في فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر من الشيخ محمد السعودي، وهو مسؤول الدعوة في الجمعية الشرعية في نابورو. أنا قلت لحضراتكم أنه حتى الفيديو اللي عندنا للشيخ كان من خطب له في هذه البلدة المباركة، نشوف الفيديو مع بعض. أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار. أتحدث عن الإمام السادس للجمعيات الشرعية على مستوى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد علي مخيمر. فضيلة الدكتور مخيمر كان هم كل الأمة الإسلامية والدعوة، بدليل بأنه كان بيتنقل بين كليات الجامعات الإسلامية شهريا في المكاتب بين الدعاة لينتقي منهم أفضل الناس للعمل في الدعوة، وكان بيخرج حزين، وكان كل أمنية حياته بالنسبة للأزهر بأن الكل يلبس الزي الإسلامي للأزهر، كل واحد في الأزهر لا يدخن، كل واحد في الأزهر يكون ملتحي، كان كل أمله بأن يطبق النظام ده في الأزهر، وكان بينتقي الناس عشان خاطر يجوا في الدعوة في الجمعية الشرعية، كان بيخرج بالشهور حزين لما يراه في الدعوة بالنسبة للأزهر. فضيلة الإمام الدكتور فؤاد علي مخيمر كان بيحب نابوروه حب جم، وكنا نحبه جدا في الله. فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر له موقف إنساني مع فضيلة الشيخ نشأت. فضيلة الشيخ نشأت كان النظام السابق أدخله السجن، وكان الشيخ نشأت له ككلتين في نابوروه، ودفع منهم مبلغ يسير. فضيلة الدكتور لما عرف دفع باقي المبلغ من جيبه الخاص وأرسل الكوكلتين إلى منزل الشيخ نشأت. الشيخ نشأت لما كان في السجن وطلب خطاب من الجمعية الشرعية، والخطاب ده كان يبرأه فعلا، فورا اداله خطاب وخرج الشيخ نشأت بفضل الله من السجن. فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر مات عن عمر يناهز 63 سنة، وهذا عمر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
من مواقف فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر بأن فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ محمود علي أبو وهاب فايد هو اللي قام بتغسيله، هو اللي قام بدفنه، وأنا كنت موجود حاضر، وأيضا كذلك الشيخ عليان علي عمار، وكنت موجود أيضا في نفس المكان. فالدكتور فؤاد مخيمر يعني يعجز الإنسان واللسان عن وصفه وعن الحديث عنه، لأنه كان نبذة، كان حاجة كده سبحان الله، فلتة من الزمان. كان عنده بعد نظر قوي جدا في أي شيء، في جميع المشروعات. في أحد المرات أذكرها الآن، كان اتصل عليه أمن، أحد أمن الدولة عندنا في الدهلية، فهو رد عليه قال له أني اسمي الأستاذ الدكتور فؤاد علي مخيمر الأستاذ بجامعة الأزهر، ولا أعرف أن أحدث نكرة، فتكون راجل مسلم وتقول لي اسمك إيه؟ قال له تتفضل تشرب معانا شاي وانت تعرف أو فنجان قهوة؟ قال له لا، أنت اللي تجيلي، تفضل تيجي تزورني، أنا هنا في الجمعية الشرعية في نابوروه، إذا كان ولا بد أما أروح القاهرة أبعت لك أي حد من رجال الجمعية. الموقف ده كنت أنا شاهد عليه عندنا في الجمعية الشرعية بنابوروه. والله الأمور كثيرة بالنسبة للدكتور فؤاد مخيمر، ولكن يعجز اللسان والقلب كما قلت عن وصفه، لأنه هو رجل فوق الكلمة وفوق المعنى، ولا أريد أن أكثر من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام الأمة أقوامه للعلم النافع أنواره. في موقفين هقولهم لحضراتكم عن الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله، هو نفسه بيحكيهم، بيقول إنه جدي حينما توفي، وشوف حضرتك احنا برضو لازم نتعلم ولازم نتربى من هؤلاء الناس الذين تعلموا جيدا وتربوا جيدا على الإيمان وعلى القرآن وعلى السنة. بيقول ان جدي رحمه الله كان يوقظني في الفجر لصلاة الفجر وأنا طفل صغير، فكان يوقظني وكان يأخذني معه إلى المسجد في صلاة الفجر، وبعد أن نخرج من صلاة الفجر كان يقعد يسمع لي الورد بتاعي بتاع الحفظ اللي أنا أروح للكتاب كتاب القرية علشان أسمعه، وطول الطريق وهم مع بعض للكتاب قاعد الشيخ فؤاد مخيمر الطفل طبعا صغير في ذلك الوقت وهو يسمع لي جده. لما توفي الجد رحمه الله تولت تربيته وتعليمه أيضا القرآن الكريم جدته، وكانت هذه الجدة التي تولت تربيته وتعليمه أيضا كانت تأخذه من يده إلى كتاب القرية ثم تعود به حتى في أقصى أيام الشتاء. وشوفوا حضراتكم بقى الحتة اللي هقولها لكم دي جميلة قوي، بيقول إن هي علشان تشجعني على حفظ القرآن الكريم قالت إيه، أوصت لي بثلاثة قراريط من مالها الخاص، يعني من أرضها الخاصة، أوصت لي أنا بثلاثة قراريط وقالت يا فؤاد إذا أنت خلصت القرآن وكملت القرآن الكريم فدي هدية مني ليك. ناخد الاتصال ونكمل سيرة كده الجميلة الحسنة للدكتور فؤاد مخيمر. الأخت أم عامر من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أستاذ محمد، جزاك الله خيرا يا رب، دائما تشرفنا بأمثال هؤلاء العلماء، الله يكرمك، نفعنا الله بهم وبك بإذن الله يا تعالى رب. فقد لاحظنا يا أستاذ محمد اسمحت لي بهذه المداخلة، وهي لاحظنا أن هناك عناصر مشتركة جمعت بين أعلام الأمة الذين أفضتم لنا في ذكر سيرتهم، ومنهم الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله، ومن بعده الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله، وأخيرا ضيفنا عالم الدكتور فؤاد مخيمر. نعم الشيخ الدكتور فؤاد مخيمر. فمن هذه العناصر المشتركة نقاء المكان وهو القرية وما فيها من الفطرة النقية لارتباط الإنسان بالأرض ولبعده عن الحضارات الزائفة، ثم الترابط الأسري الذي جمع بين هؤلاء العلماء ومدى تأثير آبائهم أو أجدادهم بل وأصحاب العقول والقلوب في قراهم على مشوار حياة كل منهم العلمي والحياتي. ثم لاحظت أمرا آخر اجتمع عليه كل هؤلاء العلماء، ألا وهو يقظة ذهنهم ومعاصرتهم للعلم التقني وما وصل إليه العالم من حضارة. إذ لاحظت من خلال ما قدمتم فضيلتكم من خاصة بالدكتور فؤاد مخيمر، وهو بجوار جهاز حاسوب
فهؤلاء هم علماؤنا وهؤلاء هم صحيح. رجال الدين والعلم عندنا، فكم نحن نعتز بأمثال هؤلاء كل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد لاحظت كذلك من خلال خطبته القصيرة التي استمعنا لها لفضيلته بأنه يدعو الشباب إلى الصناعة، وإلى أن المجتمع لا بد لشبابه أن يبدأ بالاهتمام بالصناعة التي لا تنهض الأمة إلا بها. نعم. بدل أن نستورد صناعات العالم دون ما القيام بأي منها، وشبابنا هم أكفأ شباب العالم لينهضوا بصناعة أوطانهم. وفي دعوته للشباب بالصناعة دعوة ظاهرة وباطنة على حد سواء للإقبال على العلم لأي صناعة مهما كانت للقيام بها. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. شكرا شكرا يا معامر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. فبقول لحضراتكم انه الجد كان يصحبه للفجر. لما توفي الجد اغرته لحفظ القرآن الكريم. وشوف خليك ذكي، لما تيجي تعلم ابنك حاجة علمه بذكاء، علمه برقة، علمه بلاش يعني، لان انا عارف تماما اللي بيحصل. يعني احيانا علشان نعلم ابنائنا القرآن نعقدهم من القرآن، وانا شايف بعناية دي ها ازاي انه في اباء عقدوا ابنائهم من القران. لانه مثلا عايز ابنه يحفظ النهارده نفترض يعني ربع جزء، الولد حفظ مثلا خمس ايات. طب ما تقول له يا ابني الحمد لله ما شاء الله عليك، ان شاء الله بكره نحفظ 10 ايات. ناخد اتصال ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخ تامر من دقهليه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي محمد. ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يا فندم يا رب. يا رب يا رب. بالنسبة دلوقتي لفضيلة الشيخ الدكتور فؤاد علي مخيمر. نعم. أنا والله العظيم من السيرة بتاعت حضرتك أنا حبيته، من السيرة بتاعت حضرتك له يا فندم. الحمد لله. فبالتالي ولازم يكون في حاجة يا أستاذ محمد. أتفضل يا حبيبي. يكون في إخلاص من المولى عز وجل، إخلاص من العبد للمولى عز وجل. فبالتالي لو في إخلاص من القلب للمولى عز وجل يبقى كده كده اساسا الشخص اللي قدامنا دوت يعني ربنا يكرمه في الدنيا وفي الدنيا وفي الاخره. ايوه. وهيحسن سيرته. صحيح. بعد ما مات. صحيح. فاسال الله العلي العظيم رب العرش الكريم ان يجعله في ميزان حسناته وان يدخله في رحمته وان يدخله في سيح جناته يا رب، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يا استاذ محمد. اللهم امين. اللهم تقبل يا رب. اللهم تقبل يا رب. شكرا شكرا يا تامر، شكرا، بارك الله فيك. فشوفوا حضراتكم لازم نكون اذكياء في تعليم ابنائنا. يعني فيها ايه الهديه؟ فيها ايه لما الواحد يهدي يا مثلا يا ابني بكره ان شاء الله احفظ 10 ايات وليك مثلا جنيه، ليك 5 جنيه، ليك هديه، انا هجيب لك قلم جميل، ايه رايك؟ وبعدين طيب لما تتم مثلا الجزء انا هجيب لك هديه، تتم جزئين هجيب لك هدية، 10 أجزاء، طب تتم القرآن كله، ده أنا هجيب لك هدية كبيرة جدا جدا. شوفوا هذه جدة الشيخ فؤاد مخيمر، إنسان عالم معاصر من العلماء المعاصرين. الجدة والجدة لا تتصوروا إن هي كان معاها دكتوراه ولا كان معاها ماجستير ولا حاجة خالص، إنسانة ريفية عادية جدا جدا، ومع ذلك بفطرتها بذكائها بحبها للدين شجعت حفيدها على أن يحفظ القرآن وأن يتم القرآن. وإذا أتم القرآن فلك يا حفيدي يا ابني لك 3 قراريط بتوعك أنت. إيه رأيكم في هذا الموقف الرائع الموقف الجميل؟ يكبر الدكتور فؤاد مخيمر ويبقى أستاذ دكتور كبير في جامعة الأزهر، ويذهب إلى مدرسا في الجامعة الإسلامية في باكستان. شوفوا يحفظ عهد الجدة إزاي، دروس بنتعلمها من هؤلاء الناس. شوفوا كيف يحفظ هذا العهد الذي قطعه على نفسه ويفي وأن يفي بهذا العهد. تصوروا حضراتكم يصطحب أمه معه، وأمه كان عندها كم سنة؟ 85 سنة، ويصطحبها معه إلى باكستان من 1982 إلى 1986، قريب مش من زمان، عالم من علمائنا المعاصرين. وبعدين ياخد الأم ويذهب إلى المملكة العربية السعودية المباركة ويكون سببا في حج أمه، ثم يحج هو عن جده ويحج هو عن جدته، و
بيقول أنا بكده أستطيع أن أنا أوفي هذا الجميل لجدتي رحمه الله رحمة واسعة. ونشوف كده شهادة كمان من عمدة كوم حلين القرية التي ولد فيها فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر. أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار. ودلوقتي مع الحاج أمين محمد عيسى عمدة كوم حلين وأحد المقربين من فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد مخيمر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا حضرتك يعني طبعا من المقربين جدا للدكتور رحمه الله، فياريت تقول لنا كده معرفتك بيه إزاي؟ اهلا وسهلا بيكم، وانتم شرفتونا في القريه واحنا سعداء بوجودكم معانا، حتى ان احنا نتذكر مع بعض ذكريات الله يرحمه اخونا العظيم فضيله الدكتور فؤاد مخيمر الرئيس العام للجمعيات الشرعيه وامام اهل السنه. هذا الرجل حقيقه لو تصفحنا ذكرياته ايام كان موجود معانا رحمه الله عليه هنلاقيه أفضله موجودة وخطواته تشهد له، هو أعماله الجميلة بتشهد له في أي وقت. متى ما عدنا ذكرياته هنلاقيه سيرة عطرة وكلها إنجازات للقرية. طيب يا ريت بقى يا حاج أمين تقول لنا على الذكريات ديت، على الإنجازات ديت اللي عملها فضيلة الدكتور رحمه الله. من إنجازاته الكبيرة رحمة الله عليه حتى يمكن يكون مسكنه ومنزله الموجود بهذا القرية، كنا دائما وأبدا حتى هو دكتور كان موجود في الجامعة كان بيجي معانا ويقعد معانا بمنتهى التواضع ونتكلم في كل أمور القرية، جافة الأمور التي تخدم المواطن البسيط في القرية، من عمليات مياه، تركيب خطوط مياه. أحدث حاجة ما عملها رحمة الله عليه موضوع المعهد الديني والموافقات اللي جابنا، لما احنا عندنا قطعه الارض عايزين نعمل لها معهد ديني ازهري جميل، فراحوا الشيخ الازهر، الشيخ الازهر تشبث ان ضروري لازم موافقه السيد المحافظ. ناس كتير ومن ضمنها ناس كتير راحت اتكلمت مع السيد المحافظ في ان يدوم الموافقه، طبعا رفض بحجج طبعا الله اعلم كان بيها ليه سبب رفضه، لان ما عرضنا الامر على الدكتور فؤاد رحمه الله عليه خد الموافقه ويشهد ربنا الساعه 7 بالليل، راحوا بالليل عشان يلاقيه فاضي وخلص جميع اعبائه العمليه، وفعلا قعد معاه وجاب لنا الموافقه بمنتهى الحديه ومنتهى الشده. والحمد لله هذا المشهد المعهد قائم وصرح قائم بيشهد بانجازاته، وكل الشباب من الاولاد اللي بتعلموا فيه حقيقه يعني الناس دي، واحنا كلنا مدينين لهذا الرجل بالفضل فيه. طيب يا عمده، بس انا سمعت يعني وانا في القريه معاكم النهارده انه المعهد كان على اساس ان انتم تسموه معهد الامامين باعتباركم حلين فيها الشيخ عبد اللطيف مشتهري وفيها الدكتور فؤاد مخيمر، فايه الحكايه يعني؟ والله هو بالنسبه للمسمى ده يمكن انا ما تطرقتش اليه وما عنديش معلومه بيه، الا ان هو حقيقه حاليا المسمى دلوقتي المعهد الديني الازهري تقريبا بقرية كوم حلين، مش عارف هم ما قدروش يتطرقوا لهذا او كان فكرة المسمى ده لم الازهر تدخل فيها من هذا القبيل يعني حقيقة. عموما هو لا الدكتور فؤاد ولا الشيخ عبد اللطيف يعني كانوا في حاجة الى هذا، وانما كانت انجازاتهم تدل عليهم دائما. فانا عايز كده برضو ياريت موقف شخصي يدل على انسانية الدكتور فؤاد مخيمر مع العمدة. طبعا له موقف كتيرة معاني شخصيا، لا كنا دائما وأبدا بنجتمع من أجل مصلحة القرية، وحتى كمان يمكن بداية من أول ما مية مياه الشرب دخلت عندنا القرية قعدت معاه وكلمته وقلت له يا دكتور فؤاد احنا مطلوبين ان احنا نجيب خط ميه جاي من اول المؤسسة الإسلامية حتى نطلعه على الأسفلت، هذه المسافة حوالي ما يقرب من نص كيلو أو تقل قليلا. فقال لي طب وماله، فكتبنا طلب ورحت هو بمنتهى التواضع وقعدنا مع السكرتير العام، وكان من مواقف النبيلة قعدنا حوالي ساعة ونص في مكتب السكرتير العام ما زهقش وما تخلقش وما قال ده الوقت بدري أبدا، قعدنا وصبرنا بمنتهى الجلد حتى خدنا الموافقة بتاعته وطلعنا بها على الإسكان، خدنا الموافقة من الإسكان وحملنا المواسير في نفس اليوم وجبناها للقرية عندنا. وحياة مواقف هذه الرجل لا تحصى ولا تعدي، كثيرة كثيرة حياة يعني. أنا عايز أعلق على كلام حضرتك دلوقتي، يعني حضرتك بتقول إن هو كان بيأتي إلى القرية علشان يتابع مع حضرتك باعتبارك عمدة قرية كوم حلين، يتابع معاك المشاريع والمية والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكل هذه الأمور. يعني حضرتك عارف إن الدكتور فؤاد مخيمر كان
الرئيس العام للجمعيات الشرعية في جمهورية مصر العربية، كان رئيس هيئة العلماء في الجمعية الشرعية، كان إمام أهل السنة، كان على عاتقه عدد كبير جدا جدا من الأعباء، وكان محاضرا وكان خطيبا وكان مؤلفا. حضرتك يعني اللي قابلوني قالوا لي أنه كان بيألف كتير جدا، لدرجة أنه له مؤلفات كثيرة هنستعرضها أو استعرضها في هذه الحلقة. فهذا يدل على دأب العلماء أولا، وعلى الإخلاص ثانيا، وإنه هذا العالم الجليل كان عالما حريصا على أمور المسلمين بقدر ما كان حريصا على دين المسلمين. يعني كان يجمع بين أمور الدنيا وأمور الدين أيضا. فتعليق حضرتك إيه على هذا؟ حياة بالنسبة لرأي حضرتك كويس وجميل، وفي الواقع هذا الرجل حياة منتهى التواضع. التواضع دي لمسناه فيه لأنه هو طبعا ابن القرية، طفولته موجودة في القرية، التواضع بتاعه الجم، احتكاكه بالطبقة البسيطة، الناس الغلابة، الفلاحين العاديين، حياة كان هذا الرجل بيحتك بيهم. حتى لما وصل الإمامة، إمام أهل السنة، كان بيجي حياة معانا وما يصدق اللي يجي في, 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 في أثناء الصلاة ويدعي علينا الفروض والدروس، كل ده كان ما يحسسناش إن هو مشغول، ما يحسسناش إن أعباءه كتيرة. ومواقفه دي كلها حقيقة في اللي ذكرتها، في منها قبل ما يمسك الإمامة وهو دكتور عادي، وفي منها بعد ما مسك الإمامة، يعني المعهد الديني اللي قلت لحضرتك ده بعد ما مسك الإمامة. أما المواقف التانية اللي بتاع المواسير المنافع بتاع الناس، ما كانش مشغول قوي، هو كان بس مقتصر على عمله في الجامعة، ولكن فعلا كل الأمور دي كلها بيهتم معنا بيها، والتواضع الجم. وكان لما بيشوف أي موقف غير طبيعي كده يعني بياخد الإنسان على جنبه وبيقول له الأمر كيت وكيت، عمل توجيه إنساني لطيف. والرحمة رحمة الله عليه كله مواقف جميلة جميلة. وفي هذا الأيام، في هذه الأيام الجميلة اللي احنا بنتذكر وبنتصفح سيرته العطرة، لا هو حياة نتمنى له إن شاء الله الرحمة والجنة على كل ما عمله. وانت حضرتك ذكرتي لي موقف جميل قوي ما ابتسرت في أقوالك وفي سؤالك لي، ان هذا الرجل كان بيألف، بيألف كتب، وموجود في المكتبة الجميلة اللي احنا موجودين فيها، المكتبة بتاعته العظيمة اللي الدكتور أولاده من بعده، الأسرة الصالحة، الدكتور أشرف والدكتور علي، عملوها الصرح الجميل اللي احنا واقفين ده، فيها عدد كبير جدا من مؤلفاته حياة، وموجود بيشهد له بالكفاءة. وهذا الصرح العلمي الإسلامي الجميل اللي احنا واقفين فيه ده حياة، دي برضه وإن جادوا الأولاد به فإن هذا يدل على إن فعلا دي من حسنات الأب. شكرا جزيلا، شكرا حضرة العمدة، وبارك الله فيك، وشكرا على استضافتكم لي. ربنا يبارك لك، واحنا شاكرين فضلكم وعلى مجيئكم لنا، وبنعتبر إن شاء الله زيارتكم لي دي تكريم لأهل القرية، لأن أنتم فعلا أهل فضل، ونشوفكم دايما على خير يا رب في المناسبات اللي زي دي إن شاء الله تعالى. أعلام الأمة أقوامه للعلم. أنا برضو بشكر كتير الحاج أمين، وهو عمدة قرية كوم حلين التي ولد فيها العلم الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد مخيمر، على استضافته لنا خلال يوم كامل طبعا، لأننا احنا عملنا موضوعين. يعني حضراتكم تعرفهم ان فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري من كوم حلين، وفضيلة الدكتور فؤاد مخيمر من كوم حلين ايضا، فاحنا زي ما تقولوا ضربنا كده عصفورين بحجر، وقضينا يوم كامل لغاية تقريبا الساعة 11 بالليل مع أهالي قرية كوم حلين وفي استضافتهم. وكان يوما جميلا ممتعا، لأننا تحدثنا عن عالمين فاضلين جليلين. الحقيقة أنا بس لي تعليق بسيط على هذا اللقاء. أولا بالنسبة للكتب، أنا بقول إنه هو كان الدكتور فؤاد مخيمر بيألف كتير. إن شاء الله احتمال الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من أعلام الأمة هتلاقوا هذا المكتب اللي أمامي مليان كتب، هوريها لكم بإذن الله تعالى من مؤلفات الدكتور فؤاد مخيمر، لأنه كان كثير الكتابة، كان كثير المحاضرات، كان كثير الخطب، كان كثير العلم، وده طبعا حافز كبير جدا لأبنائنا وحافز لينا.
كلنا ان احنا نتعلم تعليما صحيحا ونتربى تربية صحيحة. يعني هذا رجل وكان رجلا كبيرا لا يكل ولا يمل من القراءة، من كثرة القراءة، كثرة التأليف. وزي ما الدكتورة نعمات أحمد فؤاد كانت بتقول على العقاد، كان بتقول كان يزيد ويستزيد، يزيد ويستزيد، أي أنه يقرأ كثيرا ويكتب كثيرا. هكذا كان فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر. دي حاجة. الحاجة الثانية موضوع المكتبة، في قوم حلين مكتبة رائعة متكاملة، مبنى ضخم وكبير بيتكون من مجموعة من الغرف، حاجة رائعة جدا. حضراتكم الحلقة القادمة أنا بشوقكم ليها، لأنكم هتشوفوا حاجات وعجائب في الحلقة القادمة عن الدكتور فؤاد مخيمر إن شاء الله. ويعني أنا بدعو بالتوفيق لأبنائي الذين أقاموا هذا الصرح الكبير تخليدا لوالدهم الدكتور فؤاد مخيمر. عاملين مكتبة ما شاء الله ضخمة جدا، فيها تفاسير وفيها كتب علمية وفيها كتب دينية وحديث وكل أنواع وأشكال العلم موجودة في هذه المكتبة، بالإضافة لإيه كتب أطفال موجود فيها، قاعة للكمبيوتر أو الحاسب الآلي موجود فيها، قاعات للقراءة موجود فيها، أشرطة ومسجلات لفضيلة الدكتور وغيره من العلماء، فيها فيديو، فيها أشياء كثيرة جدا 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 في هذه المكتبة العلمية الضخمة التي أقامها أبناء الدكتور فؤاد مخيمر له تخليدا لذكرى. لما دخلت والله العظيم يا جماعة في هذه المكتبة ويعني شفت كل القاعات اللي موجودة فيها، امتلكني العجب الحقيقي كثيرا. يعني لأنه هذه المكتبة تتكون، وبعدين المكتبة دي ليست للقراءة فقط بالنسبة لينا كناس عاديين أو بالنسبة لأي إنسان من أبناء القرية، وإنما هي مكتبة مفتوحة. وأنا أدعو كل طالب علم، أدعو لكل دارس، أدعو لكل إنسان بيعمل ماجستير أو دكتوراه في علم من العلوم الدينية الشرعية أن يذهب إلى قوم حلين وإذا إلى هذه المكتبة الضخمة الرائعة الجميلة التي تقام في هذه القرية المباركة بمنيا القمح محافظة الشرقية، علشان يكمل الدراسات العليا بتاعته، علشان يكمل الماجستير بتاعه أو الدكتوراه بتاعته في أي علم. وأنا مسؤول عن هذا الكلام وهوريه لكم صوت وصورة في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لو حضراتكم تشوفوا المسيرة كده الدعوية للدكتور فؤاد مخيمر، وكيف أنه كان مثابرا وكان حريصا على طلب العلم منذ نعومة أظفاره. وأنا قلت لكم دور الجد والجدة في التربية والحوافز التي كانت تلقى عليه علشان يكمل القرآن الكريم. وبعدين رجل يعمل صراف، يعني بعيد خالص بعدا كليا عن الموضوع الديني، ولو أن هذا العمل هو عمل رائع وعمل شريف وعمل محترم، لكن هو يحول هذا العمل إلى دراسة دينية، وبعدين يدخل كلية الدراسات الإسلامية وماجستير ودكتوراه وأستاذية في النحو والصرف، ويكون علما كبيرا. خلال الفترة دي تعرفوا الدكتور فؤاد مخيمر كان يحب يقرأ فين، يحب يذاكر فين، يا ترى في السكن بتاعه في القاهرة؟ لا. يا ترى في أي مكان آخر؟ لا. كان يروح المحاضرات بتاعته في جامعة الأزهر علشان ياخد هذه المحاضرات ويطلع يذاكر في المسجد. شوفوا العظمة، يذاكر في المسجد، في مسجد العام للجمعيات الشرعية أو للمسجد الكبير الجمعية الشرعية في القاهرة، يذاكر فيها. هو بيذاكر فيها بس؟ لا، ده هو يذاكر ويعبد الله ويذكره ذكرا كثيرا في الليل وفي النهار، ويصلي ويؤدي العبادات، وفي نفس الوقت بعيد عن اللغط وبعيد عن الناس وبعيد عن التلفزيون وبعيد عن المفسدات
التي أفسدت أبناءنا وأفسدت بناتنا. ناخد اتصال كده ونكمل السيرة العطرة الجميلة للدكتور فؤاد مخيمر. اتصال الأخ جمال من الفيوم. السلام عليكم. تفضل يا أخي جمال. ازي حضرتك يا محمد؟ الحمد لله رب العالمين. انت عم تتكلم على العالم الجليل الاستاذ فؤاد، ونفسي تتكلم عن الدكتور عمر عبد الرحمن. حاضر ان شاء الله باذن الله. حاضر. ربنا يبارك فيك وفي القناه وفي كل اللي عاملين عليها. الله يكرمك ويخليك يا رب. الله يخليك ويبارك في حضرتك وفي الشيخ محمد حسان يا رب. يا رب يا رب. انا بس عايز يعني عايز حضراتكم تصبروا شويه، واي اقتراحات لحضراتكم بالنسبه لاعلام الامه عندكم الاس ام اس عندكم او الشريط اللي موجود، ممكن تبعتوا لنا رسائل قصيره، واحنا ان شاء الله هنعمل بكل المقترحات اللي بتقترحوها علينا ان شاء الله في حلقات جايه، واحنا صورناها فعلا وخلصناها لمشايخ كثيرين بإذن الله لغاية رمضان، وممكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى اللقاء والبقاء في رمضان أو بعد رمضان أعلام الأمة هيكون معاكم بإذن الله تبارك وتعالى. ونرجع إلى السيرة العطرة الجميلة اللي أنا نفسي مستمتع بيها، وأتمنى إن أنا أكون هذا الشخص، أتمنى أنا نفسي وفي سني إن أنا أقلد هذا الشخص حتى يكون قدوة لي. لماذا؟ لأن قدوته هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. القدوة الكبرى لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونكمل إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني للدكتور فؤاد مخيمر. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام الأمة أقوامه للعلم النافع أنواره. تعرفت على فضيلة الدكتور فؤاد علي مخيمر عندما كنت طالبا بالكلية. ربما كثير من الناس كانوا يعني يغضبون منه لشدته ولقوته، ولكن كان في قمة الحكمة إذا تعامل مع الأمور. أذكر أننا قلت له يا فضيلة الشيخ هذه الساعة الجميلة الصفراء تنادي عليك، فقال لي بكم هذه الساعة يا صلاح؟ قلت له بألفين ريال تقريبا، فقال لي أتريد أن يعذبني الله في نار جهنم؟ كيف أشتري ساعة وأقف على المنبر وأقول اتقوا الله والزهد والورع وكذا وكذا، والناس ينظرون إلى يدي وفيها ساعة تشبه الذهب؟ أعلام الأمة أقوامه للعلم النافع أنواره. يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار. فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا للدين صروحا.